البداية التخلية، لابد أن نغسل القلب. يعني من الحاجات اللطيفة اللي لاحظتها إن الجماعة في القائمين على عمارة المسجد الحرام هناك يقول لك إيه، غسيل الكعبة في شعبان، استعدادا لرمضان. إحنا بقى نغسل قلوبنا استعدادا لرمضان. طب هنغسل القلب بإيه؟ إحنا عايزين برنامج عملي حقيقي، برنامج عملي حقيقي، ما يبقاش مجرد كلام ومحاضرة، الله ده قال كلام حلو وكده، لا عايزين نشتغل بجد خطوات حقيقية من النهاردة، من دلوقتي. لنتوب إلى الله سبحانه وتعالى، كلنا أصحاب ذنوب، نتوب بقوة بصدق، نغسل كل يوم استغفار استغفار استغفار، تنقية للقلب وصدق الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، ودعاء إن ربنا سبحانه وتعالى يبلغنا رمضان، ويكون في الدعاء حرص على إنه إذا أقبل رمضان لا يرينا الله ما يصنع. ده هو ده رقم واحد. دي التخلية، في ناس مش هتسيبك، في أعداء عادلك على طول، إلغيهم. الحاجات اللي أنت عارف اللي أنت تؤتى من قبلها، لا إلغيها فورا. إيه بقى الحاجات؟ كل واحد عارف بقى اللي عنده، في واحد نقطة ضعفه في كذا، خلاص. طيب وأنت كل ما مثلا يعني كان وحيدا فريدا انما اتى حراما، لا ما تقعدش لوحدك خالص، يبقى انت دي نقطه ضعفك. نقطه ضعفك تضييع وقت رهيب، مجرد ما تستلم اليوتيوب ولا الفيسبوك تصفحا او كذا، بتسيب اللي انت كنت داخله وبتنسى اللي انت كنت داخله اصلا، وتلاقي ساعه ساعتين وفي الاخر تقول ما اصل فيش وقت، لا، وتتعب، ذهنك يرهق، ففين علاقتك مع القران؟ ما فيش.